أهلا بكم. ثلاث غارات خلال ثلاثة أيام طالت مواقع في ريف دمشق وحمص في سوريا. قصف صهيوني سقط على إثره قتلى وجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني الذي توعد بالرد، رد يتساءل كثيرون عن توقيته وحيثياته في ظل تسارع وتيرة الغارات من الجانب الصهيوني على الأراضي السورية في الفترة الأخيرة. فهل يستهدف الكيان الوجود العسكري الإيراني في سوريا؟ ما احتمالات رد طهران على الهجمات الصهيونية؟ وهل يسعى الكيان إلى صرف الأنظار عن أزمته الداخلية؟ وتتابعون في نبض العالم أيضا آخر التطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تتضارب الأنباء بشأن السيطرة الروسية على مدينة باخموت الأوكرانية من عدمها. وفيما تحتدم المعارك في محيط المدينة تتزايد التساؤلات حول أهمية المدينة من الناحية الاستراتيجية والتداعيات المحتملة لسقوطها بيد الروس أيضا، بعد أزيد من سبعة أشهر من القتال العنيف. يأتي هذا التطور متزامنا مع تفجير طال مقهى في مدينة بيترسبورغ الروسية، أراد منفذوه على ما يبدو إيصال العديد من الرسائل. فماذا يعني سقوط باخموت بيد الروس؟ إلى أي مؤشر أو إلى ما يؤشر تفجير بيترسبورغ؟ وإلى أي مدى نجح هجوم الشتاء الروسي في تحقيق أهدافه؟ عدد جديد من نبض العالم، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. قالت وزارة الدفاع السورية إن الكيان الصهيوني استهدف مواقع في محافظة حمص السورية بغارة الأحد، فيما قالت مصادر مخابراتية غربية إن الضربات استهدفت سلسلة من القواعد الجوية في المنطقة الوسطى من البلاد التي يتمركز فيها جنود إيرانيون. ورفض الكيان الصهيوني التعقيب على هذه الغارات التي تعد الثالثة منذ يوم الخميس. للحديث أكثر عن الموضوع بالتحليل والنقاش ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من طهران المستشار في الفيزياء النووية والقانون الدولي الدكتور هادي عيسى دلول، وسيلتحق بنا أيضا بعد قليل عبر الهاتف الباحث في الشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن دمشق الباحث السياسي محمد الجابي. وأبدأ معك النقاش ضيفي من طهران الدكتور هادي عيسى دلول. مئات الغارات شنها الكيان الصهيوني على سوريا منذ سنوات، لكن في الفترة الأخيرة تم تسجيل كثافة في الغارات، ثلاث غارات خلال ثلاثة أيام فقط. كيف يمكن تفسير ذلك أستاذ دلول؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآل محمد. تحية لك عزيزي وللضيوف وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. كما تفضلتم بأنها التكثيف على 3 أيام الماضية، وهذا يؤكد أننا علينا أن نبحث بالسبب لماذا هذه ال3 أيام الماضية تحديدا. فإن نظرنا سنجد أن الصهيوني كان في حالة استقرار وارتياح طول الفترات الماضية، ولكن الأزمة بدأت تظهر حالياً خلال ال20 يوم الماضية أو خلال الشهر الماضي، من خلال البرود الأمريكي وقبله البرود الأوروبي بسبب أوكرانيا، وأخيراً التوترات السياسية الداخلية والأمنية والمدنية في شوارع كيان الاحتلال. وهذا يؤدي إلى اضطراب، إلى جانب أن حزب الله في حالة استعداد. هناك اتجاهات في موسكو تؤكد بأن الوتيرة الروسية بدأت تختلف في العلاقة مع الصهيوني، وهذا يزيد من خوف جيش الدفاع أنه أصبح في المعركة منفرد. وبما أن الصهيوني لا يستطيع أن يحارب حرب منفرد في أمام المحور، فعليه أن يجد نقاط ضعيفة يبدأ في تكثيف الضربات عليها، والتي هي سوريا، من أجل إثبات أنه أمام شعبه أنه لا زال قادر أن يصمد ويحارب ويضرب. ولكن الأمور بإذن الله ليست كالسابق، سيكون هناك رد إن شاء الله. وبنفس الوقت الصهيوني، نعم، الأهم من الرد عليه العسكري هو تقطيع أوصاله وجعله منفرد، فإن كان منفرد ستكون العملية أسهل كثيرا في عملية كسره. ولكن هذا الرد بالنسبة لهذا الاستهداف إن شاء الله سيكون قريب في الداخل الفلسطيني، في الخارج سوف نرى. طيب، إلى ما يسعى الكيان الصهيوني من خلال هذه الضربات الجوية المتتالية، وما هو الهدف أيضا من هذه الضربات الأخيرة أستاذ دلول؟ نراه فعليا هو ليس موضوع ضرب لسوريا بقدر عكس الصورة للداخل الصهيوني لتقوية قدرات الموساد وجيش الدفاع أمام المستوطنات. المستوطنات في خطر، وخصوصا الجولان. كانت في السابق كريات شمونة، ولكن الآن هي الجولان أكثر خطورة، لأن هناك طية كبيرة من حق الرد لدى الجيش السوري موجودة الآن في حوزته. إلى جانب أن عدم ظهور الروسي بشكل مباشر اليوم، الإسرائيلي يشك بأن الروسي سوف يحارب تحت العلم السوري، ويكون هناك إجراء ضمن الحق الرد. لذلك هناك اضطراب جدا عالي داخل تل أبيب، واحتمال كبير تبدأ عملية الانهيار بجيش الدفاع. هذا متوقع إذا في حال بدأ السوري في الرد ولم تستطع التوازن. ونرى المؤشر الأول، إن قامت القيادة الصهيونية بطلب أوروبي وأمريكي بالمساندة ولم يستجيبوا، هنا ستبدأ ناقوس الخطر يضرب في تل أبيب، أن الأفكار سوف تنعكس بأن لربما هم يريدوا أن يتخلصوا منا، فأعطوا الإشعار للسوري والمحور المقاومة بضربنا مباشرة، وهم يبقوا مبتعدين. لا تنسى عزيزي موضوع الأسطول الأمريكي الذي انسحب من البحر الأحمر بدون مبرر، وموضوع الاضطرابات الموجودة في واشنطن. كانت إسرائيل الطفل المدلل قبل أن تطلب تلبى، الآن الأمور اختلفت. موضوع أوكرانيا، الأوروبيين الآن مشغولين، فالصهيوني أصبح فعلا أوهن البيت العنكبوت. طيب، الورم السرطاني. أشرك معنا في النقاش ضيفي من دمشق الباحث السياسي محمد الجابي. أستاذ الجابي، ما الذي يستفيد منه الكيان الصهيوني من خلال هذه الغارات، ونحن نعلم أن الكيان الصهيوني لا يقوم بضربات اعتباطية؟ تفضل. أهلا بك أستاذي الكريم وبالضيوف وبالمتابعين الكرام. أستاذي الكريم، لا شك بأن هذا القصف المتكرر، وهو نهج أو استراتيجية مختلفة للكيان الصهيوني اليوم نتيجة هذه الضربات المتكررة على مدى 3 أيام متواصلة. لا شك بأن هذا القصف هو تكريس لسياسة الإرهاب التي يتبناها هذا الكيان. واليوم الجميع يعلم، كما ذكر الأستاذ من طهران، أن اليوم الكيان الصهيوني في حالة انقسام داخلي. واليوم الأهداف أو المساعي التي يسعى لتحقيقها الكيان الصهيوني اليوم، أن إسرائيل متضررة لا شك من عودة سوريا وتعافيها، وخصوصا في إطار، يعني اليوم نرى تسريبات، تم نشر البارحة تسريبات بخصوص حضور الرئيس الأسد القمة العربية القادمة في الرياض، من الممكن، والاجتماع الرباعي اليوم في موسكو بخصوص التقارب السوري التركي. كل هذه ملفات يعني تزعج الكيان الصهيوني طبعا، وهذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة واضحة للولايات المتحدة وإسرائيل
يعني اليوم كما ذكرنا بأنها رافضة لعودة سوريا للحاضنة العربية، يعني لا نستطيع أن نقول سوى أن اليوم يعني ليس من مصلحة الجميع يسأل اليوم لماذا سوريا لا ترد على هذه الاعتداءات. اليوم سوريا ليس من مصلحتها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية، وخصوصا هي في مصلحتها ليس من مصلحتها الآن الانجرار أو الانزلاق لحرب مفتوحة مع الكيان، وخصوصا كما ذكر الضيف من طهران أن اليوم إسرائيل تهدف لنوع من تصدير الأزمة الموجودة الأزمة الداخلية في الكيان الصهيوني. نعم، طيب سنأتي ونستفيد الحديث أكثر فيما يتعلق بتصدير أزمة الكيان الصهيوني، وأذهب مباشرة إلى ضيفي من طهران سعيد شاوردي. الكيان الصهيوني كان يستهدف مواقع ومقار أسلحة إيرانية، وانتقل اليوم إلى مرحلة أخرى يستهدف فيها الشخصيات. طيب ماذا يعني هذا؟ وأنتقل إليك أستاذ هادي عيسى دلول إلى حين أن يجهز ضيفي سعيد شاوردي، تفضل. السؤال مرة ثانية لو سمحت. قلت لك بأنه ربما الكيان الصهيوني كان يستهدف مواقع ومقار أسلحة إيرانية، وانتقل اليوم إلى مرحلة أخرى يستهدف فيها الشخصيات، ماذا يعني هذا أستاذ دلول؟ أولا تصحيحا للمعلومة، ليس هناك سلاح إيراني على الأراضي السورية. سيدي الكريم، في سوريا هناك إجراء رسمي بانتخاب رئيس بقيادة الشعب وبإرادة الشعب، وهذا الرئيس ممثلا بحكومته يستطيع أن يستدعي قانونيا أي جهة إن لم يكن هناك تكافؤ بالمعركة العسكرية على الأرض. نعم، كانت 2012. فبالتالي القيادة الروسية تدخلت بشكل عسكري وبوضح النهار، فبالتالي لماذا نجر أنفسنا في معركة وهناك من يقدر أن يضبطها؟ ولكن لتنظيم المعركة على الأرض وأن هناك إجراءات، وللأسف كان هناك دول تعد ولا تحصى لم تكن متوقعة أن تدخل في عملية تدمير سوريا، كان يجب أن يكون هناك جهة استشارية لتنظيم أرضية المعركة على شكل مستشاري عسكري غير مسلح. وهذه هي النقطة الأساسية، لماذا أأتي بسلاحي إلى سوريا وهناك جهة رسمية روسية تأتي بكامل السلاح لتحمي الأرض؟ فهم لا يريدوا أن يفهموا هذه النقطة، ويريدوا أن يثبتوا أن هناك جيش إيراني والسرحرة الثوري مسلح بأسلحة موجود على الأراضي السورية، لأنهم يريدوا أن يجعلوا الأمر يدخل في سياق جديد، ألا وهو أن هناك سلاح نووي وكيميائي وإشعاعي أتوا في طيب إيران. إلى ما يسعى الكيان الصهيوني فيما يتعلق باستهداف المواقع الإيرانية أستاذ دلول؟ المواقع التي استهدفت هي مواقع سورية ذهب ضحيتها بعض الإخوة في الحرس الثوري الاستشاريين. طيب، فيما يتعلق بمقتل المستشارين الإيرانيين، هذا كما أقول عزيزي أن هناك مستشارين، ولكن انتظروا إلى حجم الأضرار. الأراضي والقيادات السورية العسكرية متضرر أكثر من الأشخاص، يعني لم يذهب بالعشرات مثلا من الحرب. لو كان هذا الحكي أو هذا الكلام صحيح عزيزي لوجدت أكثر من 30 من العسكر الحرس ذهبوا نتيجة هذا القصف لو كان هناك قوة عسكرية إيرانية. لكن رأيت هذا القصف لم يذهب إلا شخصين، فبالتالي يؤكد أن العدد جدا قليل وغير مسلح سلاح كامل. فبالتالي عزيزي الكريم، الموضوع الآن موضوع أمام القيادة السورية وكل محور المقاومة تحت الإجراء بما يتعلق فيها. أما بما يتعلق بحيثية الفردية لما ذهب لنا من شهيد، هذا أمر مختلف. هذا أمر غير الرد السوري. انتبه كي نفصل الأمرين عن بعضهم. موضوع مشكلتنا مع العدو الصهيوني باستهداف أحد قياداتنا العسكرية المستشاري يختلف عن حق الرد السوري المتعلق باستهدافه من عدو صهيوني دخل بطائرة وضرب. طيب، إلى جانب هناك أمر روسي أيضا سيأتي لاحقا. تفضل. طيب ابقى معي سيد عيسى دلول. أعود إلى ضيفي من دمشق محمد الجابي. أستاذ محمد، ما أهمية المواقع المستهدفة في هذه الغارات؟ اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن أهمية هذه المواقع، اليوم أستاذي نلاحظ بأن اليوم الغارات الإسرائيلية سابقا استهدفت مطار حلب ومطار دمشق وميناء اللاذقية وجميع يعني ومواقع عسكرية ومطار حمص وقاعدة عسكرية في حمص. لا شك بأن هذه يعني هذه القواعد لها أهمية استراتيجية وعسكرية، يحاول الكيان الصهيوني من خلالها استهداف
الدفاعات الجوية السورية. أنا أتفق مع ضيفك الكريم الذي قال أنه اليوم لا يوجد أسلحة إيرانية في سوريا، هذا صحيح، هنالك مستشارين، ولكن اليوم يعني إيران تدعم سوريا، صحيح هنالك دعم أسلحة ودفاعات جوية من قبل إيران إلى سوريا تحاول استهدافها، وهي ضمن اتفاقات عسكرية، لا يوجد أي خرق للقانون الدولي في هذا الخصوص. تحاول إضعاف سوريا، خصوصا بأن اليوم الأزمة السورية أول ما تم استهدافه في بداية الأزمة السورية من قبل الجماعات المسلحة هي قواعد الدفاع الجوي، ونحن نعلم بأن اليوم لا يوجد أي خطر من قبل هذه القواعد. هدف يعني اليوم الهدف من هذه القواعد هو استهداف الاعتداءات الخارجية، لذلك هنالك نهج واضح من قبل الكيان الصهيوني. ولا شك أن اليوم هنالك انزعاج، يعني اليوم تحاول الكيان الصهيوني يحاول والولايات المتحدة الضغط على سوريا وحلفائها إيران، خصوصا بعد لا نستطيع هنا هي كلها يعني ملفات مترابطة ومتشابكة، خصوصا فيما يتعلق بتطور العلاقات الإيرانية السعودية. تحاول إسرائيل أيضا الضغط على إيران بهذا الخصوص، ولكن من خلال سوريا والأراضي السورية، من خلال استهداف بعض المستشارين، هي نوع من الاستفزازات السياسية، وأنا أرى بأنها دليل ضعف على هذا الكيان، لأنه غير قادر على الضغط على السعودية وعلى أطراف أخرى لمنع هذا التقارب. طيب أستاذ سعيد شاوردي، كيف تتوقع الرد الإيراني على هذه الهجمات، خاصة بعد مقتل قياديين في الحرس الثوري؟ تحية طيبة لك أستاذ حمزة ولضيوفك والجميع المشاهدين. طبعا هذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، يعني سمعنا قيادات رفيعة في الحرس الثوري أنهم أكدوا أن إيران سترد عليها بكل تأكيد، كما تؤكد طبعا إيران دائما أنها ردت على جميع الجرائم السابقة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي داخل سوريا. وكان الرد طبعا داخل إسرائيل، يعني وتقول إيران أنه لا توجد عملية نفذتها إسرائيل، طبعا عملية عدائية ضد القوات الإيرانية، إلا وكان هناك ردا. ولكن الكثير من هذه الرد الذي قامت به إيران إسرائيل لم تكشف عنه، وفي حالات عديدة نفت أن إيران ردت على جرائمها، ولكن إيران تقول أن إسرائيل تعلم بشكل قاطع أننا ردينا على كل العمليات الإرهابية التي مارستها إسرائيل، وعلى العملية الأخيرة التي استشهد فيها يعني عنصرين من الحرس الثوري أيضا سنرد على ذلك. وهذه من العقيدة الإيرانية أنه ينبغي أن يكون هناك رد على مثل هذه الجرائم، وفي حال لم يكن ردا إسرائيل ستتمادى في ارتكاب هذه العمليات الإرهابية. ولكن طبعا إيران تدرس يعني دائما الرد بشكل ينبغي أن يكون صحيحا، لأن هناك على إيران ضغوط كبيرة من قبل الدول الغربية، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وعليها عقوبات اقتصادية، وينبغي أن يكون هذا الرد يعني بشكل مدروس لا يؤثر على مصالح إيران وسياساتها. كما أن هذه الجرائم طبعا يعني وكما تفضل ضيفك الكريم، هي في الواقع لم تغير في السياسة الإيرانية في سوريا. يعني منذ بدء الأزمة دخلت إيران إلى سوريا طبعا بدعوة رسمية من قبل الحكومة الشرعية السورية، وهي متواجدة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وهذا ما يخيف ويقلق إسرائيل بشكل كبير. إسرائيل تقول أن الوجود الإيراني في سوريا هو عامل قوة إلى يعني الجيش العربي السوري، وأيضا إلى حلفاء سوريا من ضمنهم حزب الله، وتقول أن إيران زودت يعني حزب الله وحلفائها بالأسلحة الدقيقة وبنت ترسانة عسكرية هناك. طبعا هذا ما تقوله إسرائيل، فقلقة جدا من هذا التواجد الإيراني. ولكن لم تستطيع إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ضغوطهم على إيران أن يجعلوا إيران تنسحب من سوريا، بل على العكس من ذلك زاد التعاون العسكري والأمني بين إيران وسوريا، وأصبحت اليوم هناك قوة عسكرية في سوريا
أعتقد يعني من المستحيل أن تستطيع تقضي عليها إسرائيل من خلال ارتكاب يعني هجوم إرهابي كالذي حصل خلال الفترة الأخيرة. الولايات المتحدة هي المشكلة، هي الإرهاب يعني في سوريا، لأنها طيب. تتواجد هناك بدون دعوة من قبل الحكومة الشرعية طيب. السورية ولا حتى تفويض من قبل الأمم المتحدة. ابقى معي سيد سعيد شاوردي، أعود إلى الأستاذ هادي عيسى دلول. هل برأيك أستاذ دلول الكيان الصهيوني من خلال هذه الضربات يريد بعث بعض الرسائل، من بينها ربما انزعاج من تقارب سعودي إيراني؟ حتما، هو يحاول إعادة مركزة القوة الإسرائيلية في المنطقة بأننا لسنا بحاجة لأحد إن توجهت أي ضربات، ولكن هناك أمر أخطر مختبئ، وهذه النتيجة التي وصلنا لها من خلال متابعات. الصهيوني يستفز القيادة السورية ويستفز المستشارين الإيرانيين بتوجيه ضربة على العدو الصهيوني، وهذه الضربة الإسرائيلي أنا أعتقد أنه يجهز مواد مشعة ويورانيوم منضب وبعض المواد الكيميائية وبعض الغازات المتعلقة والقريبة من غاز السارين، فإن استطاع أن يدمج هذه الضربة بهذه القرائن يستطيع أن يوجه الأمر بإحراج روسيا في أماكن ما في الأمم المتحدة، ويدخل بسيناريو مشابه لسيناريو العراق يطلب فيها التفتيش في سوريا، وبما أن الأمريكي موجود في سوريا فيتبنى عملية التفتيش بحرز وقرينة أن هناك سلاح محظور استخدم من السوري على إسرائيل، ومن هنا يفتح باب تفتيش. لذلك القواعد الأمريكية مصرة أن تبقى متأملة أن يفتح هذا الباب ويفتح باب عراق جديد داخل سوريا. لذلك هذا الرد يجب أن يكون في حذر، والأمر عزيزي هو أكبر من فكرة رد، هناك أمر جوهري علينا أن نفهمه. الداعشي حورب أينما وجد، تنظيم إرهابي باعتراف الأمم المتحدة، لذلك ضرب في وضح النهار. ولكن من المؤسف أن نقول إسرائيل دولة مسجلة بالأمم المتحدة لديها حقوق أممية نتيجة تغابن بعض العرب وتخاذل بعض المسلمين الذين ساعدوا الصهيوني أن يحتل فلسطين. ومن هذا الباب حربنا مع هذه الدولة يجب أن يكون بنظام، وأن يكون هناك أحد الأقطاب الدولية بمجلس الأمن دائمة العضوية إلى جانبي في قرار الدخول على فلسطين، وهذا الأمر أصبح جدا قريب، وحينما يكتمل ستجد فلسطين أصبحت محررة كاملة. طيب ابقى معي. المشكلة ليست بجيش الدفاع سيد الكريم ولا بالسلاح ولا بالموساد، المشكلة بالصفة الأممية التي يمتلكها الصهيوني. طيب. وهذه انكسرت انتهت إسرائيل. طيب ابقى معي سيد هادي عيسى دلول، وأذهب مباشرة إلى محمد الجابي. الكيان الصهيوني يعيش تصدعا في الداخل، ما زالت الاحتجاجات الحاشدة متواصلة تنديدا بالإجراءات القضائية التي أعلنها نتنياهو، هل برأيك لهذه الغارة ارتباط بهذا المعطى سيد الجابي؟ لا شك بأن هنالك ارتباط، وارتباط وثيق جدا كما ذكرنا أستاذي الكريم. اليوم إسرائيل تحاول تصدير أزماتها الداخلية، وخصوصا بعد يعني اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن يضغط أيضا على نتنياهو بخصوص التراجع عن ما يسميه نتنياهو الإصلاحات القضائية. طبعا كلها هذه يعني بالنتيجة كان الهدف الإسرائيلي هو محاولة تصدير أزماتها وإيصال يعني والضغط على سوريا، والضغط أيضا على إيران نتيجة كما ذكرنا المتغيرات الدولية والإقليمية الحالية. بالإضافة أريد أن أؤكد على نقطة مهمة جدا، بأن هنالك تنسيق مباشر ووثيق بين الكيان الصهيوني والمجموعات المسلحة، لأنه مع كل هجمة إسرائيلية أو قصف إسرائيلي على أراضي سوريا هنالك هجمات عسكرية على مواقع عسكرية من قبل الجماعات المسلحة، فهذا دليل على أن هنالك انزعاج. أستاذ جابي قطعت مكالمة، أعود إليك سيد سعيد شاوردي، هل برأيك الكيان الصهيوني ربما من خلال هذه الضربات، أو هل لهذه الغارات علاقة بعملية التطبيع الجارية بين دمشق وبلدان عربية أخرى؟
أستاذ حمزة، بكل تأكيد يعني إسرائيل مستمرة في محاولاتها لإضعاف يعني الدول التي تعتبرها عدوة لها، من ضمنها سوريا وأيضا إيران ودول أخرى في المنطقة، يعني مش مستعدة للتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني. ولكن أعتقد يعني اليوم أستاذ حمزة يعني المعادلات تغيرت، يعني نعرف بالقريب يعني خلال الفترة وليست بالبعيدة، يعني حاولت إسرائيل لتسويق لفكرة أن العدو في هذه المنطقة هي إيران، والخطر على الشعوب العربية والإسلامية هي إيران وليس أنا كإسرائيل، وروجت إلى هذه يعني الفكرة الباطلة، ويعني طبعت مع دول للأسف عربية من ضمنها الإمارات والبحرين والسودان، وهناك محاولات للتطبيع مع دول أخرى، ولكن أعتقد اليوم تلقت هذه الفكرة الباطلة والفاسدة ضربة قاسية يعني من خلال عودة العلاقات بين السعودية وبين إيران، ويعني عودة العلاقات بين سوريا ودول عربية أخرى من ضمنها مصر. هذه المعادلات الجديدة ستبطل ما كانت تسعى إليه إسرائيل، وخاصة نتنياهو، أنه أراد أن يشكل حلفا يعني هنا يكون متحد مع إسرائيل، أو أن يكون يعني يتعاون مع إسرائيل، وأن يتصور كانت إسرائيل تتصور أن العرب سيلتفون حولها وسينسون يعني احتلالها لفلسطين وستنتهي القضية الفلسطينية، ولكن هذا من المستحيل، من سابع المستحيلات أن يحدث. يمكن يحدث خلال فترة يعني قصيرة، ولكن ما دام هناك شعب فلسطيني يقاوم ويؤمن بضرورة عودة أراضيه، وهذا الشعب الفلسطيني هو معاه كل الشعوب العربية والإسلامية داعمة له، صحيح أن بعض الدول يعني الأنظمة مش داعمة للقضية الفلسطينية، ولكن الشعوب نعرف جميعا أنها كلها مع فلسطين. فهذا الكيان ستبقى محاولاته يعني لخلق هذه الفتنة بين الشعوب العربية والإسلامية، بين إيران والعرب، أنا أعتقد يعني ستبقى فاشلة، ولا يمكن أن تصل إلى ما تريد إسرائيل أن تصل إليه. طيب. اليوم باختصار أستاذ سعيد، باختصار تفضل. أعتقد يعني اليوم كلنا عرفنا نحن في هذه المنطقة ينبغي أن نبتعد عن الحروب فيما بيننا، ونفتح صفحة جديدة للتعاون، وهذا ما يخدم مصالحنا، وهذا ما تريده شعوبنا في طيب. هذه المنطقة، وأعتقد نحن مقبلون على أيام إن شاء الله بتكون يعني جيدة جدا. طيب، أعود إلى الأستاذ هادي عيسى دلول. باختصار أستاذ دلول، كيف يمكن لهذا التصعيد أن ينعكس على استقرار المنطقة ومصالح دولها أيضا؟ إن شاء الله هرمز للسلام مستمرة. تقريبا انتهت الأمور بموضوع اللمسات الأخيرة، بقي أمامنا موضوع البحرين، والآن نعمل على موضوع البحرين طيب. على قدم وساق. إن انتهت هرمز للسلام سوف تمتد المصالحات. سوريا قد انتهت مشاكلها مع الخليج، وإن شاء الله الخطوة الثانية ستكون في لبنان. لبنان إن انتهت توتراتها مع الرياض والإمارات فيما كانوا يحاولوا أن يجزوا، يصبح الصهيوني فعليا معزول في المنطقة، فإن عزل انتهى إن شاء الله. طيب، ضيفي من طهران المستشار في الفيزياء النووية والقانون الدولي الدكتور هادي عيسى دلول، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول أيضا لضيوفي من طهران أيضا الباحث في الشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن دمشق الباحث السياسي محمد الجابي. شكرا جزيلا لكم، وصلنا إلى انقضاء الوقت المخصص لملف الأول. أشكر ضيوفي، فاصل قصير ولنا عودة معكم مشاهدينا الكرام.
أهلا بكم من جديد. نفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة رفع العلم الروسي وعلم فاغنر على المبنى الإداري في مركز مدينة باخموت. بعد أسابيع من المواجهات المباشرة والعنيفة، مجموعة فاغنر الروسية الخاصة تعلن سيطرتها على مبنى بلدية باخموت في خطوة أضفت الطابع القانوني للسيطرة الروسية على المدينة الاستراتيجية الواقعة شرقية أوكرانيا. بالمعنى القانوني تمت السيطرة على باخموت. العدو يتركز في المناطق الغربية. قادة الوحدات التي سيطرت على البلدية ووسط المدينة برمته سيرفعون هذا العلم. ها هي شركة فاغنر العسكرية الخاصة، ها هم الرجال الذين سيطروا على باخموت من وجهة نظر قانونية، إنها لنا. ساعات عن إعلان فاغنر تطل هيئة أركان الجيش الأوكراني على الرأي العام الدولي ببيان تنفي عبره سيطرة عناصر الشركة الروسية الخاصة على مبنى البلدية، وأن جنودها لا يزالون يواصلون التصدي للهجمات الروسية المتصاعدة. العدو لم يوقف هجومه على باخموت، لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا الكثير من هجمات العدو. باخموت لا تزال في قلب المعارك. العدو لا يوقف هجماته على باخموت محاولا السيطرة عليها كليا. صد جنودنا أكثر من 20 هجوما. بين التأكيد الروسي والنفي الأوكراني، فضل فلوديمير زيلينسكي أن يستبق التطورات الميدانية بإقرار صعوبة الأوضاع على جبهة باخموت بالنسبة إلى قواته مع تصاعد حدة المواجهات. أنا ممتن لهؤلاء المحاربين الذين يقاتلون في أفديفكا ومارينكا وباخموت، خصوصا باخموت. الأمور ملتهبة للغاية هناك اليوم. باخموت التي يقطنها نحو 70,000 نسمة قبل اندلاع معارك في محيطها منذ أشهر، باتت رمزا للمواجهة بين الروس والأوكرانيين للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية باعتبارها معبرا استراتيجيا وحيويا للسيطرة على كامل شرق أوكرانيا. إثراء الموضوع أكثر، أرحب بضيوفي عبر سكايب من سان بيترسبورغ رئيس المركز الثقافي الروسي العربي الدكتور مسلم شعيتو، ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن الدر. أهلا بكما، وأبدأ معك النقاش مباشرة. ضيفي من سان بيترسبورغ، بعد أكثر من 7 أشهر من المعارك الطاحنة حولها، هناك تضارب بين الرواية الروسية والأوكرانية حول سقوط المدينة، هل يمكن القول بأن باخموت سقطت أم لا؟ مساء الخير لك وللمستمعين والضيف الكريم من بيروت. يعني المعلومات والتقارير الروسية لا تقول عن سقوط المدينة، هي تقول سقوط المركز الإداري في وسط المدينة، وهذا لا يعني أن المدينة سقطت، ولم تعترف روسيا بذلك، أو بالأحرى هي لم تعلن ذلك. نعم، أوكرانيا تتحدث عن أنها لم تنسحب من كل المدينة، إذن هذه المدينة لم تسقط. نحن متفقون، ما زال هناك مقاومة في غرب المدينة، التحرير يجري بشكل بطيء جدا، وهذه سياسة روسية يعتبرها الغرب وأوكرانيا وكأنه نوع من الفشل، لكن هذه سياسة جديدة استعملتها بعد الانسحاب من شمال كييف ومن شمال خاركوف ومن منطقة خرسون لتقليل الخسائر والدمار الذي يمكن تحاشيه في البنية التحتية. المدينة ما زالت في طوق الحصار، لم يكتمل الحصار نهائيا، وتتقدم القوات الروسية كما قلت ببطء ولكن بشكل ثابت وواضح. طيب، ماذا يعني سقوط باخموت من الناحية الاستراتيجية أستاذ مسلم؟ يعني تقدم القوات الروسية في إحدى المدن المهمة التي تسمح لها بالاستمرار بالتقدم في المدن الأخرى، لكن كل المدن في منطقة دونباس تحديدا الناتو حصنها بشكل من أجل مواجهة روسيا واكتشاف طريقة الهجوم والدفاع في هذه المناطق. هذه التحصينات هي تحصينات ناتو، وكما
هنا ملاحظة، قلتم في تقريركم المواجهة مع أوكرانيا، ليست المواجهة مع أوكرانيا، روسيا تواجه 53 دولة من حلف الناتو بزعامة الأنجلوساكسونية، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تخوض كل هذه المعارك في بخمت أو في غيرها عبر المرتزقة وعبر القيادات والمستشارين الأمنيين والضباط أيضا من حلف الناتو الموجودين في كييف وموجودين في الفوف ومناطق أخرى قريبة من الجبهة. هذه هي المعارك، هذا وضوح تام لروسيا أنها تقاتل الناتو في أوكرانيا. طيب ابقى معي أستاذ مسلم، أذهب مباشرة إلى ضيفي من بيروت الدكتور حسن الدر. دكتور حسن، هناك من يقول إن بخموت تكتسي أهمية رمزية فقط، هل تتفق مع هذا الرأي؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. لو كانت كذلك لما دفعت أوكرانيا بكل هذه الجنود وبكل هؤلاء التعزيزات بشكل دائم وكل هذا حتى الدعم الغربي الأمريكي تحديدا من أجل منع روسيا من أو روسيا وميليشيات فاغنر من السيطرة على باخموت. حاول البعض الإعلام الغربي والأمريكي تحديدا أن يقول وأن يقنع زيلينسكي بالانسحاب من باخموت وتعزيز الدفاعات في مناطق لاحقة، وحاولوا يعني التصوير بأنه باخموت هي مدينة عادية ولا تكتسي هذه الأهمية الاستراتيجية عسكريا، وبالتالي ليس منطقيا أن ترفع أوكرانيا كل هذه الضريبة ماديا ومعنويا وحتى عدد بالجنود وقتلى وأسرى وجرحى وما إلى ذلك. ولكن في الواقع لا، بطبيعة الحال هذا الاستشراس الأوكراني وهذا الدعم كما سمعنا أمس الولايات المتحدة الأمريكية سترسل أسلحة بمليارين فاصل 6 مليون دولار في هذه المرحلة تحديدا لمحاولة استنقاذ باخموت مجددا، ولكن يبدو أنه عمليا باخموت سقطت، وهذا يؤكد بأنه أهميتها استراتيجية وهي نقطة واصلة بين عدة مدن وعدة طرق. وبالتالي وفي هذا السياق قبل أسابيع حذر زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية من أن القوات الروسية إذا استولت على باخموت فسيصبح الطريق مفتوحا أمام قوات موسكو للاستيلاء على مدن عديدة شرقي البلاد. ما مدى صحة ذلك أستاذ حسن؟ يعني نعلم في الحروب رؤساء الدول المحاربة مفروض أن يضخوا معنويات في شعوبهم وجنودهم. عندما يقول ذلك زيلينسكي ويقول بأنه سقوط باخموت يمهد، يعني تكلم أكثر من ذلك، تكلم عن شبه استسلام وسقوط لكل أوكرانيا، وهذا يعني التصريح ليس عبثيا. هلا فينا نأخذه من باب التشجيع جنوده، ولكن مدينة آيلة إلى السقوط أن يتكلم رئيسها بهذه الطريقة، هذا للدلالة فعلا على أنه هناك خطورة حقيقية من انقلاب موازين المعركة. ولا ننسى بأنه بعض المحللين الغربيين أيضا، وأنا أستشهد دائما بالغربيين لأن هم يدعمون أوكرانيا في هذه الحرب، فبعض المحللين الغربيين يقولون بأنه زيلينسكي في هذا التصريح كأنه يمهد الطريق من أجل الإعلان الاستسلام أو من أجل التنازل ومن أجل الذهاب إلى تفاوض، وكأنه وضع باخموت أو كأنه يضع الغربيين أمام تحدي جديد. إذا لم تدعمونا بشكل مباشر في أوكرانيا وفي باخموت فنحن قد نذهب إلى القبول بالمبادرة الروسية الصينية مثلا. فإذا هناك خوف حقيقي أيضا من أنه زيلينسكي يحاول جر الناتو إلى صدام مباشر مع روسيا، وبالتالي هو يعتبر أنه خسر كل شيء فليخسر الكل. طيب ابقى معي سيد حسن الدر، أعود إلى أستاذ مسلم شعيتو. طيب أستاذ مسلم، معهد ISW قال إن هجوم الشتاء الذي شنه الجيش الروسي شرقي أوكرانيا أخفق في تحقيق أهداف الكريملين للسيطرة على الحدود الإدارية لمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك أواخر مارس الفارط. ما رأيك في هذه الرؤية أستاذ مسلم؟ يعني هنا من باب المعلومة للإعلام العربي تحديدا، نحن في روسيا وأغلب مراكز الأبحاث في روسيا والقيادات الروسية لا تتعامل بمصداقية مع كل ما يقولونه في مراكز الأبحاث في أوروبا. هذه المراكز شرعت وكوننت كل ما كان كذبا في علاقات أوروبا مع الدول الأخرى. تعرفون تماما
كولين باول استعمل كذبة ودمر العراق، ومن ثم قالوا هذه كانت خطأ، وقتلوا 1,000,000 طفل، وقالوا أن ذلك لصالح الاستراتيجية الأمريكية أو لصالح المصالح الأمريكية. إذن كل مراكزهم تنطلق من المصالح الأوروبية والبروباغندا، لا نثق بهم بعد الآن لا في المعلومات ولا في التحليل. وأعتقد أن كل ذلك يجب أن نأخذه بعين الاعتبار منذ الآن. نعم. طيب ابقى معي أستاذ مسلم، أعود إليك سيد حسن البر. هل يستمر الغرب في إمداد كييف بالمزيد من المساعدات في حال فشلت القوات الأوكرانية بتحقيق النجاح بالأسلحة الغربية المتوفرة لديها خلال هجومها المضاد؟ بطبيعة الحال هذه الحرب سيكون لها نهاية، لا يوجد حرب إلى ما لا نهاية، ولا يوجد دعم إلى ما لا نهاية. نحن نتابع بشكل دائم، وحضرتكم تتابعون الأزمة الاقتصادية الحقيقية التي تعانيها أوروبا ودول الناتو بشكل عام، وأيضا أزمة الأسلحة ونفاذ المخزون الاستراتيجي من عدد من الدول الأساسية مثل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها وألمانيا. وهذا الكلام موجود، هناك وزراء دفاع استقالوا من مناصبهم نتيجة كما حصل مع وزيرة الدفاع الألمانية. فإذا هذا الدعم ليس لا متناهيا، ليس شيكا على بياض بطبيعة الحال. والأزمة الأساسية اليوم أو المشكلة الأساسية هي في الولايات المتحدة الأمريكية. نشهد أزمة سياسية كبيرة اليوم، الادعاء على دونالد ترامب، وأيضا جو بايدن ليس بأفضل حالاته، الكونغرس اليوم في مكان والرئاسة في مكان آخر. نحن أمام برأيي من الآن حتى بدء الأمريكيين يعني فعليا ببدء العملية الانتخابية، تحضير للعملية الانتخابية الرئاسية، ستتغير أمور كثيرة عندما تلتهي الولايات المتحدة الأمريكية بشؤونها الداخلية بشكل أساسي وحثيث، فالأمور ستتغير كثيرا. اليوم كما تتابعون ما سمي بقوات حفظ السلام التي يعني دعا إليها البعض لتأتي إلى أوكرانيا، هي في الحقيقة إن كان بولندا أو غيرها أو المجر أو غيرها من الدول تريد أن تسيطر على بعض المناطق الأوكرانية. هناك من يرى بأن أوكرانيا سقطت ويريد أن يأخذ حصته من هذه الأرض، وهذا كلام قرأناه أيضا ووجدناه في عدد من الصحف ومن التقارير. هنغاريا وبولندا وغيرها من الدول المحيطة التي على حدود أوكرانيا هي ترغب فعلا وتحث على إرسال ما سمي بقوات حفظ السلام من أجل الاحتفاظ بأجزاء من أوكرانيا، باعتبار أنه الدولة الأوكرانية عمليا سقطت. هناك مرتزقة، بقايا جيش يصل إليه سلاح بالمليارات ويقاتل هذا الجيش. واليوم قرأنا تقرير أيضا أحد الخبراء الاستراتيجيين الأمريكيين يحذر الولايات المتحدة الأمريكية من سقوط مفاجئ وانهيار لما تبقى من الجيش الأوكراني، وأن يسقط هذا السلاح المتطور جدا في أيدي الروس أو الميليشيات التي تقاتل في أوكرانيا، ويحصل نفس الخطأ أو نفس الكارثة التي حصلت في أفغانستان. إذن المسألة هذا الواقع اليوم، أوكرانيا منهكة شبه منهارة، والمسألة مسألة وقت. طيب، سفير الروسي لدى مينسك قال إن بلاده ستنقل أسلحة نووية تكتيكية إلى القرب من الحدود الغربية لبيلاروسيا، وهو ما سيجعلها على أعتاب دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. ماذا يعني هذا سيد مسلم؟ يعني واضح تماما أن منظمة الناتو هي نقلت الأسلحة النووية، وهي تنتشر في الكثير من الدول الأوروبية، 6 دول أوروبية منها ألمانيا واليونان وتركيا وبلجيكا، كل هذه أسلحة تابعة للناتو وتعتبر دول نووية. وهم استغربوا عندما قامت روسيا بنشر بعض الأسلحة ونيتها في نشرها في بيلاروسيا، تخوفا من الهجوم الذي يمكن أن يشن عليها من مناطق محيطة بها، إن كان من أوكرانيا أو إن كان من بولونيا أو إن كان من الدول البلطيق، بالإضافة إلى أن بولونيا هي التي تدعو الولايات المتحدة لنشر في قواعدها أسلحة نووية. لم يعد أمام روسيا وبيلاروسيا إلا هذا التصرف. وأيضا نحن واضح لنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لتوريط أوروبا بحرب مع روسيا، هي بعيدة عنها، هذه ما تخطط له، لكن كيف ستتم هذه الخطة السيناريو بإشغال أوروبا في حروب مع روسيا؟ أولا
لإضعافها، ثانيا لإنهاك هذا الاقتصاد الذي هي ستلعب دورا مهما مكانه بعد قناعة واضحة لدى الولايات المتحدة بأن أحاديث القطب انتهت فعلا، وهي تحاول أن تكون قطبا أساسيا مع الأقطاب الأخرى دون أوروبا. إذن يجب عليها أن تدمر أوروبا سياسيا واقتصاديا، وليكن ذلك عبر صراع مع روسيا مباشرة لا تتدخل به الولايات المتحدة أو لا يطال أراضيها هي كما تعتقد ذلك. ونحن نعم. تفضل أستاذ مسلم. ونحن نتوقع أن الصراع الأوروبي سيبدو واضحا ما بين أوروبا الشرقية والغربية، التي الشرقية التي تسعى مسرعة بقيادة بولونيا للصدام مع روسيا على خلفية الوعود التي تقدم لها بأنها ستكون قائدا لأوروبا، وأوروبا الغربية المتخوفة فعلا والتي بدأ اقتصادها يعاني، والاستثمارات وارتفاع الكلفة والحياة الاجتماعية والمشاكل بدأت تؤثر سلبا على هذه المنطقة الغربية من أوروبا. طيب دكتور حسن، محللون غربيون يعتقدون بأن أوكرانيا بحاجة لشن سلسلة من الهجمات المضادة في الأشهر المقبلة لمحاولة تحقيق هدف مزدوج يتمثل في إقناع روسيا بتقديم تنازلات في عمليات التفاوض أو إنشاء حقائق عسكرية مواتية بما يكفي لأوكرانيا حتى تتمكن كييف وحلفاؤها الغربيون من تجميد الصراع بمفردهم في المستقبل بغض النظر أيضا عن قرارات موسكو. هل هذا التوجه وارد برأيك دكتور؟ هذه أوهام، هذه يعني بناء أحلام على أوهام. الروسي لن يتراجع، الروسي يتقدم صحيح ببطء، وصحيح أن معركة الشتاء الديدلاين الذي وضعه بوتين لم يتحقق وهناك بعض التعثر وهذا واضح، ولكن الكل يرى بأن روسيا تجابه نصف العالم، تجابه 50 دولة بشكل مباشر أو غير مباشر. لن تستطيع أوكرانيا اليوم أن تجمع جيش بمعنى أنه يستطيع أن يعيد تنظيم نفسه، وبالتالي يبدأ من جديد بهجوم يستطيع أن يحقق أهداف كما قلت، ويجبر روسيا على تغيير قناعاتها أو تغيير أهدافها أو التراجع عن الحدود التي رسمتها، حدود هذه العملية العسكرية، إن كان على أرض الواقع ميدانيا جغرافيا أو كان في السياسة. المسألة أكبر من ذلك بكثير عزيزي الكريم، هناك عالم يتغير، هناك لبنة أولى لبناء عالم جديد. هذا العالم أساسه يعني بدأ فعليا من أول طلقة بدأتها روسيا في هذه الحرب، حتما كان هناك حرب ناعمة باردة إذا بدك صينية أمريكية اقتصاديا، ولكن دخول روسيا في هذه العملية في أوكرانيا هي رسالة بعدة اتجاهات، هي القول للغرب بشكل عام ولأمريكا بشكل خاص أنه ليست هي التي تحدد سياسات العالم، وليست هي التي تأمر وتنهى، وليست هي الشرطي الوحيد في هذا العالم الذي يقرر من على حق ومن عليه الحق. فإذا المسألة بهذا الحجم، وعندما تشعر الصين بأن روسيا تضعف ستدخل الصين في هذه الحرب بطريقة أو بأخرى بدعم مباشر أو غير مباشر، وقرأنا أمس بأنه كوريا الشمالية عرضت على روسيا ليس فقط تزويدها بالقذائف المدفعية وما إلى ذلك، ولكن بخمسين ألف مقاتل. هذا الكلام صدر بإحدى الصحف الأمريكية. هم يقولون يعني وجهة نظرهم أو تقييمهم لهذا الخبر بغض النظر عن صحته أو عن مدى حاجة روسيا إلى 50,000 مقاتل من غير دولة، ولكن هم يعتبرون بشكل واضح بأنه كوريا الشمالية لا يمكن أن تتحرك بدون إذن من الصين، باعتبار أن الصين هي المسيطرة على كوريا، وبالتالي هذا تدخل مباشر من الصين ولكن عبر كوريا، وهذه رسالة أيضا للغرب بأنه ليس مسموحا بعد كل هذا الإنجاز والتقدم الذي حققته روسيا والصين في رسم ملامح شكل العالم الجديد أن يأتي هناك من يغير في هذا الواقع بسهولة. أستاذ مسلم، بالحديث عن تفجير بيترسبورغ، مؤسس قوات فاغنر أكد أنه كان على صلة بالمقهى، هل كان التفجير رسالة موجهة له أم لموسكو أم لكليهما أيضا؟ يعني بكل الحالات هذا التفجير موجه لروسيا، لسياسة روسيا، لقياداتها، خاصة وأنه في مدينة مهمة جدا هي مدينة سان بطرسبورغ، مدينة القيادات الروسية دون استثناء من الرئيس بوتين وصولا إلى أغلب القيادات الأمنية والسياسية. أيضا هي تم تفجير في شارع وفي منطقة قريبة من جامعة سان بطرسبورغ التي تخرج منها الرئيس بوتين،
وقريبة أيضا تعتبر وسط مدينة سان بطرسبورغ. إذن لها رسائل كثيرة متعددة، الأهم فيها أن هذا الخرق ليس خرقا أمنيا بامتياز، إنما هو خرق لأسلوب الذي تتعاطى به هذه المخابرات. نحن نعرف في العالم هناك ثلاث أجهزة حتى الآن باستثناء الناتو كله، هي الولايات المتحدة وإسرائيل وحاليا أوكرانيا، الذين يقومون بأعمال لا يعنيهم المدنيين أينما كانت هذا العمل، فهم يغتالون أي شخص بغض النظر عن خسائر والضحايا البشرية التي ممكن أن تطال. وفي القهوة كان هناك ما يقارب 50 شخصا تضرروا جميعا، يعني أغلبهم 20 واحد أضرار واضحة والباقي أضرار طفيفة. إذن هذه رسالة واضحة أمنية، رسالة واضحة سياسية، أن نحن لا يردعنا لا قوانين ولا قيم ولا إنسانيات، سنصل إلى ما نصل إليه بالوسائل اللا شرعية ولا قانونية ولا أخلاقية. نعم هذه خرق أمني لكنه ليس فشلا كما قلت، لأن من الذي يتعاطى بقتل المدنيين يمكن لأي إنسان وخاصة المنظمات الإرهابية أن تقوم بذلك، وهذا عمل إرهابي بامتياز، حكما على روسيا أن تبدأ بالتصرف بطريقة مختلفة في تعاطيها مع هذه المنظمات، خاصة وأنه بدأ معروفا من هي التي وضعت هذه القنبلة، لأي أحزاب تنتمي، لأي قوة، ما هي مدى مشاركتها في الحياة السياسية الاجتماعية. يعني هذا يدل على إمكانية انتقال روسيا من مرحلة التعاطي معهم بديمقراطية إلى مرحلة أكثر حزما وصرامة. طيب دكتور حسن، الأسبوع الماضي أعلنت موسكو عن تغير في استراتيجية سياستها الخارجية، ما الذي دفع روسيا لتغير عقيدتها السياسية الخارجية حسب ما يقول البعض؟ هذا ما أشرنا إليه قبل قليل، يعني العقيدة التي كانت قائمة، العقيدة السياسة الخارجية الروسية كانت قائمة على بناء على النظام العالمي الذي كان موجود منذ عام 1945 إلى اليوم. اليوم العالم تغير، يعني قال ضيفك الكريم قبل قليل، الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن العالم تغير، وأن هذا العالم ليس الأحادية القطبية، إدارة العالم بشكل أحادي فشلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تستطع أن تحقق أن تدير هذا العالم على الأقل بشيء من العدالة أو المساواة. كان هناك تمييز، وكان هناك تسلط، وكان هناك سرقة لخيرات الشعوب، وأيضا كل هذا المشهد العالمي الذي نشاهده اليوم، وهذا يعني التكبر والاستكبار الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية على الدول، وأيضا استتباع دول قارة بكاملها مثل أوروبا، قرارها ليس عندها، لا تستطيع أن تشخص، تستطيع تعرف المصالح، تشخيص مصالحها. طيب في ظل كل هذه المعطيات دكتور، تختار مصالحها، عفوا دكتور، في ظل كل هذه المعطيات كيف تتوقعون ردة فعل الغرب تجاه هذه السياسة الجديدة؟ الغرب ليس لديه حيلة في هذا الموضوع، هناك قوة كبيرة اسمها روسيا وقوة كبيرة اسمها الصين قررت الخروج عن هذا النظام العالمي الظالم، وأن تعتبر، قالت الولايات المتحدة الأمريكية نحن قوة عظمى، نحن دول كبرى، لنا مصالحنا ولنا علاقاتنا الدولية والاستراتيجية، ولنا مصالحنا الجيوسياسية والجيوستراتيجية، ولا يمكن لك للولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى هي التي تقرر في هذا العالم. لا، الغرب عليه أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد، عليه أن يتعامل مع روسيا جديدة، مع صين جديدة، مع إيران جديدة، مع دول يعني هذا ما يسمى دول الجنوب كما هم يسموه، كانوا يعني دول عالم ثالث أو دول نامية وما إلى ذلك، مع الهند ومع البرازيل وما غيرها من هذه الدول. هذه الدول قررت أن تشخص مصالحها وأن تذهب باتجاهها، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد بواقعية، وإلا أن الأمور قد تنزلق إلى حروب أخرى في مناطق أخرى. طيب شكرا جزيلا لك دكتور. أعود إلى أستاذ مسلم، ما مدى قدرة موسكو على ترجمة هذه العقيدة الجديدة على أرض الواقع، وما هي الأدوات التي تمتلكها لتحقيق ذلك؟ يعني لروسيا الكثير من الإمكانات والمعطيات التي بدأت واضحة أثناء هذه العملية، خاصة المعطيات السياسية والاقتصادية. لاحظنا أن كثير من الدول ومنها العربية تحديدا كانت مسرعة في عدم اتخاذ موقف ضد روسيا، وبدأت تنسجم مع المواقف الروسية في المسائل السياسية والاقتصادية، مثلا تسعير بيع النفط بدأ بالعملة الوطنية، وهذا ما بدأ واضحا بين السعودية والصين، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية
المهمة ما بين روسيا ودول أخرى كالصين وإيران بالعملة الوطنية أو بالتبادل السلعي. ثالثا وفي السياسة هناك حركة واضحة تماما في العالم تؤيد المشروع الروسي، لكنها تنتظر الانتصارات في أوكرانيا من أجل حسم مواقفها. وركيزة هذه الدول هي الدول الأفريقية والدول العربية، وأنتم تلاحظونها، وأعتقد أنكم تذكرون أول زيارة قامت بها الوزير لافروف بعد بدء العملية العسكرية إلى خارج روسيا كانت إلى الجزائر. لما نحن نراهن كثيرا على دور مهم للجزائر ومصر أيضا، يعني هاتان الدولتان يمكن أن تلعبان دورا مهما ليس فقط في العالم العربي وأفريقيا إلا ما أيضا في محيطهم. يعني الجزائر دولة فاعلة في السياسة الاقتصادية في أوروبا، ولذلك لاحظنا تسارع، ويعني كانوا بالاستفاف يذهبون إلى الجزائر الدول الأوروبية من أجل استعطافها في مسألة الغاز والنفط. إذن هناك تغييرات عالمية ستغير موازين القوى، ستنتقل إلى دول أخرى. يعني القارة الأفريقية المنهوبة تاريخيا إذا ما عادت لها أموالها، وأيضا المنطقة العربية، ستكون قوتهم الشرائية ودورهم الاقتصادي أقوى من أوروبا والدول وأمريكا مجتمعة. هذه ما تنتظر هذه الدول من تغييرات استراتيجية على الساحة الأوكرانية من أجل أخذ موقف نهائي سياسي أو اقتصادي. طيب، مع تسلم روسيا لرئاسة مجلس الأمن أستاذ مسلم، شنت الدول الغربية حملة شعواء ضد موسكو، هل تتوقع أن تستمر هذه ربما مشادات كلامية كما يقول البعض في أروقة الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة؟ حكما سيحاولون الجاهدين إفشال عمل هذا المجلس في هذا الشهر لأن روسيا ترأسه، لكن السبب هو واضح تماما. روسيا انطلاقا من الأهداف التي وضعها الوزير لافروف لاجتماعات مجلس الأمن هذا الشهر هي ثلاث نقاط: أولا تعدد القطبية، ثانيا وأهمها هو مسألة الشرق الأوسط، مسألة الشرق الأوسط التي تعمل الولايات المتحدة ساعية من أجل أن تكون هي الوحيدة في محاولة حل وربط الدول العربية مع إسرائيل بما يسمى اتفاق إبراهام. أي بالتالي هي تعتبر نفسها ما زالت القائد الوحيد الذي يدخل ويمكن أن يتدخل في حل بعض المسائل. لكن روسيا تقترح في هذا البند تحديدا أن تعود الرباعية وتعود الدول العربية الأخرى الفاعلة لأن تكون عضوا في هذه المؤسسة أو المجموعة الرباعية لحل القضية الفلسطينية، أي اعتبار هذه القضية هي قضية دولية تحل عبر أقطاب جدد وعبر قوة فاعلة وليس عبر الولايات المتحدة الأمريكية فقط. إذن الولايات المتحدة وكل من يتبع إليها سيقومون بجولة أو بجوقة موسيقية عنيفة غير طبيعية ضد أن تكون روسيا رئيسة المجلس هذا الشهر. طيب، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي دكتور مسلم شعيتو، شكرا جزيلا لك، نكتفي بهذا القدر، والشكر موصول أيضا لضيفي من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن الدري. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذا العدد من نبض العالم، ألقاكم في عدد آخر، لكم مني خالص الشكر والسلام عليكم.